السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وليد أولي درجاتكم في فيديو جديد. وإن شاء الله في هذا الفيديو شباب راح نلعب لعبة تومب أوف ذا ماسك. طبعا هذه اللعبة شباب ممتعة للغاية وراح تستمتعون فيها، لعبة مسلية جدا شباب. المهم قبل ما نبدأ شباب الله يسعدكم لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، وأهم شيء تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين لكي تشجعوني أني أستمر في نشر المقاطع اللي تعجبكم. المهم يلا نبدأ، بسم الله ونتوكل على الله. يلا تاب تو بلاي، يلا اضغط وراح ندخل نلعب. طبعا شباب فكرة اللعبة بسيطة للغاية، راح تشوفون ممتعة جدا ومسلية. شوفوا ما عليكم سوى التحريك، تحرك هكذا لجمع هذه النقاط هكذا تشوفون. طبعا لازم تتحركون على حسب شباب، هكذا تشوفون لا تستطيعون التحرك المناطق كاملة، لازم تتحركون جنب الحائط هكذا. تشوفون كيف فزت الآن، تحصلت على 3 نجمات. خلينا نعمل open nice، وش راح يعطينا؟ اوكي يلا وش راح يعطينا؟ واو نايس نايس، 250 اعلى شيء. نايس والله، حظ اسطوري الصراحة من البداية. خلينا نكمل يلا. اوكي خلينا نضغط على الشوب، المتجر فري مجانا، خذ. نايس، هذا درع حماية. خلينا نروح للماب. طبعا هنا شباب المراحل، خلينا نلعب المرحلة التالية. يلا تشوفون كل ما تتقدم في المراحل راح تصعب. طبعا هنا يقول لنا استعمل الدرع هكذا. نايس، طبعا هذه الأشواك الخضراء شباب راح تدمج، لذلك لازم ما نصدم فيها. المهم خلينا نكمل يلا شباب. طبعا هذه المراحل سهلة جدا، راح تعدونها بكل سهولة. نايس، فزنا شباب، 3 نجمات كالعادة. اوكي طبعا هنا التعليمات يورينا وش نعمل لاننا في البداية. اوكي خلينا نضغط هنا. نايس، كليم، يلا اعطينا 25 نقود. خلينا ننتقل الى المرحلة الثالثة، نضغط على open chest، اعطانا صندوق. يلا روح. نايس، وش راح يعطينا هذه المرة؟ يلا شباب يلا توقف توقف. وش راح يعطينا هذا الصندوق؟ واو هذا في علامة استفهام، خلينا نشوف وش هو. نايس اخذناه، ما وش راح يعطينا؟ يلا واو اعطانا شخصية شباب، ما شاء الله والله اعطانا شخصية. نايس اوكي خلينا نخرج يلا. اشترينا مرة اخرى، خلينا نشوف ايضا حظنا. يلا اوكي توقف توقف، لا للأسف 25. يلا اصلا عادي عادي شباب. المهم خلينا نكمل يلا. الان ما عندنا نقود، ما راح نستطيع اننا نفتح. المهم خلينا نروح للمتجر لكي نستطيع تغيير الى الشخصية اللي فتحناها. ها هي تشوفونها شباب، راح نستطيع اللعب بها. المهم يلا نبدأ العب. يلا ادخل للمرحلة يلا. يو تشوفون شخصية جديدة شباب، تشوفون كيف. اوكي خلينا نكمل يلا. اوكي نايس، كيف سنأخذ هذه العملة هكذا؟ نايس شباب، تشوفون كيف لازم تكونوا تعرفوا كيف تتحركون. اوكي هكذا الان الى فوق هكذا شباب، والان هنا بعدها هنا وهنا هكذا. تشوفون كيف شباب، لازم تفكروا هكذا. فزنا، نايس نايس، اعطانا صندوق اخر شباب. اوكي خلينا نضغط اكس، نعم اعطانا الصندوق. يلا خلينا نفتحه. يو تشوفون اعطانا صناديق كثيرة، تشوفون كيف. اتوقع كل ما نفوز في مرحلة يعطينا صندوق. واو حصلنا على هذا علامة الاستفهام، اعطتنا 250. نايس تشوفون شباب، صراحة شيء رهيب جدا وحظ اسطوري. المهم خلينا نكمل المرحلة الرابعة. يلا بسم الله ونتوكل على الله. يلا ادخل. اوكي
يو تشوفون بدأت تصعب، يو تشوفون شباب تحت، الشيء اللي يتحرك أتوقع هي ماء أو لا أدري. تشوفون كيف يصعد، لما يصعد ويوصل إلي طبعا راح أخسر، لازم أتحرك بسرعة. تشوفون اللعبة فيها أفكار رهيبة، والله الصراحة مسلية جدا، صح أنها بسيطة لكنها مسلية وراح تستمتعون فيها، فأنصحكم تجربوها شباب. اسمها Tomb of the Mask. خسرت وللأسف، يلا أصلا عادي راح أعيد عادي. يو تشوفون شباب، يلا خلينا نعيد، يلا ريبلاي، يلا نايس. أدخل أدخل الآن، راح أحاول أركز. يلا يو ضغطت على الحماية بالغلط، المهم يلا خلينا نكمل هكذا. نايس يلا راح. اوكي هكذا شباب، نايس حصلنا على النجمات، تبقت نجمة واحدة شباب. اوكي يو تشوفون المرحلة طويلة جدا ما تخلص، هكذا نايس نايس. اتوقع فزت شباب، نعم فزنا. تشوفون مرحلة طويلة قليلة، المهم فزنا فيها بكل سهولة، صح اننا خسرنا لكن عادي، قمنا بالاعادة وفزنا. المهم خلينا نلعب شباب المرحلة الخامسة والاخيرة معنا في الفيديو، فقط جربنا اللعبة لكي ننوع قليلا في القناة شباب، واوريكم ايضا اللعبة اللي يريد يجربها طبعا. تشوفون شباب هذا الشيء اللي يخرج من الحجر لما تلمسه، تشوفونه لما امر عليه يطلع اشواك. تشوفون هذا ايضا فكرة جديدة، تشوفون كيف شباب، والله اللعبة رهيبة جدا فيها افكار عديدة. فزنا شباب كالعادة وثلاث نجمات، نايس. تشوفون لعبنا خمس مراحل وتحصلنا على ثلاث نجمات في كل المراحل، هذا شيء رائع جدا. تشوفون اللعبة فيها مراحل كثيرة شباب، راح اوريكم. شوفوا اللعبة فيها مراحل كثيرة، تستطيعون اللعب مراحل عديدة ولا تملون منها نهائيا لانها فيها افكار عديدة شباب. المهم خلينا نشوف هنا وش اعطانا، نقود نايس، خلينا ناخذهم. المهم شباب وصلنا الى نهاية الفيديو، اتمنى يكون اعجبكم، واذا اعجبكم طبعا لا تنسوا تدعموني بزر اللايك، واهم شيء تشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين لكي تشجعوني اني استمر في نشر المقاطع اللي تعجبكم. المهم شباب يلا اشوفكم في المقاطع الجاية ان شاء الله، ومع السلامة. When you feel it's hopeless, when you think that you love